ما هم بدأوا يقلوا. استلمي. افتح الباب يا واد يا حركات يا اختي، متداري في اني خن. حاضر حاضر. امر يا بلدينا. استاذ بدران ساكن هنا؟ ايوه. امال انت مين؟ انت اللي مين؟ استاذ بدران فين؟ سي بدران جو. طب قول لي اني بره. طب ثواني. استنى استنى. خليك انت عروسه. أنا ولا أكل معاك الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها يا حاج إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمال. لك أنا مش متجعجع والصدر المكشوف. الله، العمروتي حط سيفه على رقاب الكل اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حاج. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جاية كتير والطار باين وعزامة تاخدش والفتحة مردودة، بس السكة تفك والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. أيوة، لو إن أنا مش حمل تلات أيام أصومهم. يعني عايزني أعمل إيه يا حاج؟ أحط جزمة قديمة في بقي وأسكت؟ أي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك، انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له، ساعتها هتبقى اضيب صحيح. امرك يا معلم، امرك انت والباشا. هتاكلي الحمار. ما تفتحها بيت. ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم، طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه، اعمل له ايه؟ ما علينا، طولني يا معلم. روح هاتي لي فحم من عيني. بس على مهلك وانت ماشي. حاضر يا بنت على مهلك. غبي زي امه. العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا، مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفلي السخن وافتحي الساقع شويه، خلينا نركلس ونقول الكلمتين. انا جايلك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري وانا ضميتها لدلاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما طلبكيش. نعم، امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول، هو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتثوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى. انك تعتصمي، وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن باشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالب الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجمة. ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج.
واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان تعرف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك، لا يطق لك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وقوم. ماشي ماشي، انا هاخدها واضمها في دولاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي ريحتها حلوه؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف لصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا بنتكلم. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. انسى بقى السيرة دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد اللي عارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه، كل الشمال منفذ على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله أكبر، الليلة ليلة عيد. قوم يا بنتي اللي شبه ذكر البط انت. الله يا اختي، الله أكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان الود ود يذبح لك بنت من البنات. ما تعملوا حركة يا ولاية. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدرن؟ بالله بروح يا خميس.